اليوم بحمد الله تعالى وصلنا إلى المراحل النهائية في إكمال تأهيل وبناء وتجديد باب الإمام محمد الجواد عليه السلام في صحن المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. وهذه العمارة التي استخدمها قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة عمارة إسلامية نفذت بأيادي عراقية خالصة. وهذه الباب من أصل 9 أبواب للوصول إلى حرم المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام،